بأن تجرب مثل هذه الألعاب بل متابعتها والاستمتاع بها مع ساسكي في هذا المساء. ماذا سيقدم ساسكي في هذه اللحظات من عرض ستكون خطرة جدا في هذه اللحظات. للمعلومية الكابتن ساسكي الحاصل على الرقم القياسي بموسوعة جينيس كأطول نفخة نارية تصل إلى 10 أمتار، وهو يقدمها هنا في بطولة ملعب الأولمبي برعاية مؤسسة الراشد للإنشاء والتعمير. تقدم في هذا الملعب وتقدم في هذا المساء، وبالتأكيد من كابتن ساسكي من شارك في حفل اعتزال الكابتن محمد الدعية. يا سلام يا سلام على المنظر الممتاز من ساسكي في هذه اللحظات، ويقدم ويستحق فيه على التحية من قبل الجماهير الحاضرة في أرضية هذا الملعب هذا المساء. تابع اللقطة القادمة من محمد ساسكي، محمد البحري ساسكي، ماذا سيقدم وماذا نشاهد في هذه اللحظات. الفقرة القادمة Yeah.
عملية إخماد النيران في هذه الحلقة.